ثبات ما بين نارك والحطب. مشاعرنا مع بعض بإذن الله الواحد القهار. صدق أن سعيد بعده لازال في ذاكرتي، وعندي إحساس أنه حي وبيرجع. ها الله يسمع منش يا نجوى، ها الله يسمع منش، ونفسي ترجع الأيام الحلوة ويرجع هو وعبد الله. بس يا ترى بيعرفوني وبعرفهم؟ قلب المؤمن دليله، وأكيد بتتعرفوا إن شاء الله. يا ترى ايش مسوين يا اخواني؟ ايش شبعانين ولا جوعانين؟ ايش بس يا رقية، شوف الواد كيف كبير وداخل اسرار. ايش رايك نروح نجلس هناك ونتكلم عن ذكريات الطفولة؟ تعبنا وتعبنا وضحكنا، نروح نشوف لنا صيد من اللي تعرفونه. اذا شفتوا حد من الشاويات الجميلات يرعين غنم خبروني عنها، بس بشرط تكون جميله. يلا توزعوا، واللي يحصل قبل بيحصل جائزه كبيره. انت روح من هناك وانت روح من هناك. أقول ياسر. نعم عمي. كيف محصول اليوم؟ في فايدة؟
والله طال عمرك يبشر بالخير هذا العام. لكن لكن ايش يا عمي؟ مثل ما تعرف ان التمر والرطب العادة اقل من الفاغور. وين عمك حمد؟ عمي حمد اظن انه رايح يزور حد من الجدادين، يقول اوين طايح من فوق النخلة. ومن متى هذا الحمد قلبه رهيف علشان يطمن على الجدادين والعمال؟ الله اعلم يا عمي. روح حضر لي الخيل، ابغى اروح البيت. تامر امر يا عمي. روح. لا فايدة التوغل اليوم تبشر بالخير. هذا بعد ما اتفقنا مع حميد اللص ان نزيد حصته بموافقة زوجش، وطبعا هذه الزيادة بسم الله. طول عمرك بكار يا حمد. بروح بعيد طالع على اخذي طال عمرك. زين وراشد ما بيحس بهذا النقص؟ فعلا هو بدأ يسأل، لكن اخوش ما سهل واقنعته بطريقتي الخاصة، وبعدين ترى الخير واجد ما يتأثر. المهم ما نخلي أي دليل ضدك، لأن لو راشد اكتشف اللعبة ما يرحمك يا حمد. أنا عارف الشيء زين، وعشان كذاك أنا ناوي أشغل هذه الفلوس عشان تكون عندنا ثروة، ثروة ناطح فيها ود المسمار. أنت مجنون، هذا أكبر دليل يخلي يحس فينا. اطمني يا أختي اطمني، أنا ناوي أشغل هذه الفلوس خارج الحارة وبدون ما يعرف حد أبدا من الحارة. وبعدين عبد الرحيم مساعد النوخذة اللي يشتري الفاغور من عندنا أصبح صديقي، يعني ما تخافي اطمني. راشد جاي؟ أذكر مرة سعيد كان جايب معه قشاطة وقال إنها من معش. صح، أنا ما قادرة أنسى كل شي في سعيد، كلامه وعيونه وشقاوته. سكت عاد عن شقاوته، هو اللي طيحني من فوق السطح. كنت تحبي واجد يا رقية؟ كنت أحبهم كلهم، هو وعبد الله وأبوي الله يرحمه، هم اللي عوضوني عن حنان الأم. بس طبعا سعيد هو اللي كان الأقرب من قلبي. حتى أنا كنت أخاف عليه من أبوي وحراسة، وكنت أعطيه هدايا وقشاط ور. ما كملت ليش السالفة، عبد الله ما كان راضي يأكل من القشاط، كانت نفسه عزيزة. وسعيد؟ وسعيد؟ سعيد قال هذا من عيد نجوى، وهي تختلف عنهم. كوبا خلاص سير، الوقت صار بغرب. صحيح، ما درينا بحالنا وإحنا نسولف. يلا نروح علشان أنا بعد وعد أبوي نرجع قبل المغرب. ها إيش رأيك بداية الموضوع؟ كثر ما أنا فرحان إن عم محمود أذل بالتحرك، إلا إني أفكر في كلامه أحس إني كلامه كلام إنسان مجرب للحياة. قصدك لازم يكون عندنا سلاح المعرفة والمال والصبر. أكيد عفوية أبوك يا محمد داخلها حكمة عظيمة. طبعا رأس المال وحدة ما يكفي المجابهة، لازم ما نستعجل، شغل عقلنا صح. أكيد أكيد راح نعتمد على العقل والتفكير قبل كل شيء، ونستفيد من علمك لإثبات الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله. سمعوا الخطة، مجموعة التمويه بتوقف نص الطريق اللي بتمر عليه الزفة، وتخلوا عمركم إنكم تايهين وعطشانين، وتخلوا السلاح تحت شاديشكم. زين؟ إن شاء الله. هنا بيشوفوكم حراس الزفة، بيجيوا علشان يساعدوكم، ولا يمكن يحاولوا يقتلوكم لأنهم ما يعرفوكم من. فهذه الحالة تخلوهم يقتربوا منكم أكثر. وهنا المجموعة الثانية بتنزل من الجبل بسرعة، وإذا كان حسوا فيكم
وقومكم قومهم. زين؟ حاضرين. حاضرين. لكن سمعوني ها، بدون قتل. يلا يا ربع، وعيسى يعرف صاحبه زين، أبغاكم تمسكوه وتجيبوا لي إياه معزز مكرم وتطمنوا، وإن شاء الله كل شيء بيصير على خير. زين؟ إن شاء الله. يلا توكلوا. ليش تأخرتوا يا بنتي؟ أنا خفت عليكم، خاصة لما عرفت إنكم ما عندكم حرس. أنا منعت الحرس يجي معنا يا أبوي. ليش يا بنتي ليش؟ هذه مغامرة. أنت نسيتي إنك بنت راشد المسمار؟ السلام عليكم عمي. يلا دخلوا دخلوا يلا يلا يلا. بيريك، روح اطعم الحصان ونظف مربط الخيل واقلب وقك. يلا. وليش متأخراتين انتو؟ ولا بنت منصور جالسه تتسبح وتغسل تعبها من الوادي؟ ما احنا مستأذنين. وس انتي ولا كلمة. سمعيني زين، هذه آخر مرة تخرقي، شغل البيت واجد وأنا ما عندي دلع. ما بس رقية مريضة وتعبانة. اللي مريض ما يصير يلوب ويهيك من الصبح إلى الليل. إن شاء الله عمتي. تعمم بالصق، سيري جهزي العشاء. ما. وسنتي، يلا روحي غرفتش. فيش فيش؟ مالش معصبة؟ اسمعني يا راشد، هذيل البنات لازم يتعلمن أمور الحياة، ولا كيف يعيشن مع زواجن يوم يزدوجن؟ يا حرمة، ما فيها شيء لو راحن يتفرقن على الوادي مرة واحدة، ايش لي يعني؟ زين ما علينا. قول لي كيف كان الشغل اليوم؟ ان شاء الله موفق. لا موفق الحمد لله زين. بس اقول لش حمد قال يوم هنا؟ ها؟ لا حمد ما قال، ليش خير؟ لا لا بس اسأل، لاني ما شفته عند نهاية التبسيل. سلم على ناخذه سلام كثير. الله السلام. يلا يا جماعه يلا يلا في مكان. السلام. سلموا على ناخذه. سلموا يا حاضرين. نقطة من هناك وراكنا. انتي؟ احنا ما قلنا لش انه ما يلش شغل عندنا. انتي ما تفهمي. يلا يلا شلي قفيرش وروحي بيتكم. وخبري زوجش حبيب انه ما يلش شغل عندنا، تفهمي؟ حمد الله يخليك، الله يخلي لك اولادك، خلينا اشتغل. تراني مستعدة اشتغل من الصبح لين المغرب. انتي ما تفهمي؟ ما تسمعي؟ أقول لش روحي، والله تراني تو أسكب هذا القفير على راسش. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ها سيدي القفير، روحي من دون شيء، روحي ولا تفكري ترجعي، روحي. حسبي الله ونعم الوكيل. أقول لش روحي. حسبي الله ونعم الوكيل. روحي. حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان الله، من حكيت لي قصتك مع هذا الولد وأنا ما جاني نوم. أنا يا صالح من ليلتها ما جاني نوم. صدقني يا صالح، يديني هذه انترست ماي وطين وأنا أغطى عيون الولد بالتراب. الله يجير. وكتلة عمه اللي دفر في المرجل؟ اي نعم عمه. الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. الله انتقم مني أنا قبله وصار له المرض هذا. زين وأبو الولد ما قال شيء؟ أبو الولد، أبو الولد مسكين، حصلوه ثاني يوم ميت في البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الغم، من الغم يا أخوي يا ثاني. أكيد، أكيد بالغم يا صالح، أكيد. خبرني يا صالح إيش أسوي بعمري الحين، إيش أسوي؟ ما بيدك حيلة، حيلتك قصيرة، حاول تتوب. إن شاء الله يا صالح، إن شاء الله. Hey,
أقول شيء. سوي أنت مو ناوي تسوي. أنا يا عمي أسمع منك. أنت خبرني وقول لي إيش أسوي أنا أسوي. إذا سمعت واجد يا سعيد. تو جاء الدور إني أنا أسمع منك. يا عمي ماشي غير الصبر والمال والعلم. أحسنت يا سعيد. يا الله شفت الدبشي وهذيك الأغنام بو هناك حالك انت واخوك محمد تاجر يا سعيد تاجر تجار يبغى لها مغامرة ترى يعني حاول اقول لك عمي هي نحس اروح صوب حارتنا تو ابدا في صوب حارتنا لا 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 يا ولدي لا سير صوب البحر وتعلم من أهل البحر الصبر وشوفهم مو محتاجين وتفهم المواضيع زين يا سعيد يا الله يا عمي كل يوم أتعلم شيء جديد منك أنت بس دلني دلني هين صوب البحر وشوفنا أروح ولا ما أروح أنت بتعرف المكان لكن قبل ما تسافروا لازم ترتبوا أموركم وتخليكم قريبين مني ما تبتعدوا لا ما يهمك يا عمي إن شاء الله نهاية كل أسبوع هتحصلنا مرتزين عندك أنبلغك بالأخبار أول بأول هي كذاك أبغاك بس في الأول لازم تعرفوا الرجال بتتعاملوا معهم والرجال بأفعالهم ما بأقوالهم أنت صادق يا عمي عمي ممكن أسألك سؤال قول صحيح أنت ما تعرف شي عن حارتنا وما سعيد أنا من مات أبوك كرهت الحارة والله ما أعرف يا سعيد أنا أبوك كرهت الحارة ولا أهل الحارة بكرهوني بالحارة وحلفت يمين إني ما أرجع إلا إذا أخذت حقك وكشفت خفايا عمك للناس كلهم إن شاء الله يا عمي إيش رايش رحلة أمس جميلة لو ما زعل عمي ما عليش منه ما زعل بس لازم سوي كذاك عشان تأخرنا شوية نجوى أنا مسببت ليش متاعب لا تقول كذاك يا رقية تراني أزعل إحنا اتفقنا نكون أخوات ما بنات عم تم؟ تم نجوى إيش جالسة تسوي؟ أنت تنظف البيت؟ أساعد رقية وليش تساعديها ليش؟ خليها تشتغل بروحها سيري اهتمي بنفسك أنت تعرفي بنت النوخذة مال الدويرة كم مهرهم من متزوجينها؟ ما يهمني لاني ما فكرت في الزواج طبعا ما بتفكري في الزواج ما دام تسمعي كلام دي القرفه اكيد ما بتتزوجي ما انا ما اسمح لك تهيني رقيه واسم لها كلمتين وانتي بعد ما تخصي وراش الحلاب والطباخ والهوش فاهمه ولا لا جبنوش جبنه بلا علينا عليش احسنت يا سعود لو ما أنت أنا كنت ميت من الجوع لا تقول كذاك يا أخوي لا تقول كذاك وبعدين الناس للناس بصراحة الشغل خلاني أحس بطعم الحياة حالي وحال أولادي أنت تستاهل كل خير يا حبيب السلام ورحمة الله وبركاته الله تعالى وإن شاء الله الله يوفقك بس تعرف يا حبيب تعرف أني أنا مشتاق وتحسن واجي وصار لي مدة ما شفته حتى أنا يا ريت صالحني معه يا سعود سيف بن حسن طيب وقلبه كبير يا حبيب بس الظروف هي اللي أجبرته أن يكره مجموعة من الناس وللأسف للأسف أنت واحد منهم صحيح أنا اللي سويته فيه ما شوي ما شوي السلام ورحمة
لو سمحت يا الغاوية أريد أشرب ماي. خذ. العمال فيهم نقص يا حمد، طال عمرك كل أهل الحارة يشتغلوا معنا، ولا واحد يتجرأ يشتغل خارج وانت موجود. ما عدا سعود وحبيب طال عمرك أظنهم إنهم يشتغلوا خارج الحارة. حمد تأكد من هذا الكلام، وإذا اتضح إن هذا الكلام صحيح اقطع عليهم السبل. أنا أريد كل أهل الحارة يحتاجوننا ويشتغلوا عندنا. إن شاء الله طال عمرك نشغلهم عندنا. لا لا يا الخسف، في الأول لازم يعرفوا قدر راشد مسمار وبعدين شغلهم عندك. طال عمرك نسيت أخبرك أنا اليوم إني طردت موزة حرمت حبيب من الشغل. هذه مين شغلها معنا هذه؟ أنا طال عمرك رحمت المسكينة جات تترجاني، بس عمي حمد طردها. زين سويت فيها يا حمد، أبغاكم تدلوهم تعلموهم الأدب. ياسر. نعم عمي. أنت لا يكون قلبك رهيب لهذه الناس الحاقدين العاسدين. فهمت؟ فهمت عمي. حمد يلا تركك. يلا إن شاء الله عمي. زين تعالي خذ الجحلة خلها على الأرض. راوينا جمالك يا الغاوية. وين تروحي عني؟ ابعد عني يا قليل الأدب. سعيد محمد سعيد هجوا يا سلام. محمد خليك مع جماعه، خليك لا تبشر شيء. يا أخوي يا ثاني الأكل نقص، إيش رأيك باكر نأخذ المواعين ونخليهن على مدخل الحارة؟ أولاد الحلال كثيرين، أنا سمعت رجل من الشواوي يجيب أكل ويحطه في الطريق بين حارتنا والحارة الثانية، حال المريضين اللي مثلنا. عجب باكر نروح أنا وإنت والحرمة والولد نطلب أكل. الله يصبحنا على خير. تحسوا بألم؟ هي الألم واجد منه، وأشوف أطراف أصباعه تتقصص مثلنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعين. والله الحسابات كثرت. نعم الحسابات كثرت. حسين بن عزيز 18 قرش، ناصر بن سيف 13 قرش، محمد بن علي 16 قرش، ناصر بن عبد الله 3 قرش. عذرا يا عذرا. ولدي سيف ما رجع من السيح؟ لا بعده ما رجع. ليش تسأل عنه؟ هذا الولد انا حاله ما عاجبني ابدا. انت دلعتيه كثير دلعتيه، ابغاه يمسك عني الحسابات ويشوف امور البيت عني. انا اشوفك هذه الايام تسال على الحسابات واجد، ليش في شيء؟ لا يا عذرا، بس انا كبرت ولازم هذا الولد يمسك مكاني. الفلوس واجد والخير فاضل والحمد لله. ايش قصدك؟ قصدي يعني خلي الولد يتهنى بشباب واي واحد على وجع الراس. انا في وجع راس أروح أخفي. يا الله.
وقالوا بس المسافة بيني وبينهم قريبة، قلت ما خليتهم لذبحتهم واحد واحد. إن شاء الله ما أذوك يا جواهر. لا تخاف علي محمد، بوجودك أنت وسعيد أنا بخير. ما عرفتيهم من وين؟ هم ما شواوي، لكن يمكن يكونوا من البلاد أو بدو. لا يا جواهر لا، البدو الأصيل ما يسويها، هذا أكيد واحد نذل. كيف يرضاها في أخته أو حد من أهله؟ لأن ذلك ثار يا أبو عبد الله، بس الحمد لله الله ستر. والله إذا عاود لا أخلي عبرة لكل جماعته والأنذال اللي معه. كم كان عددهم؟ أظنهم 4 يا أخوي. بس لهالدرجة تخاف علي يا سعيد؟ خلاص يا موزة نسي الموضوع، وبعدين أنت الغلطانة. أنا غلطانة لأني بغيت أساعدك يا حبيب. كان المفروض تشاوريني قبل لا تروح. ما تروح كده من رايش. هذا اللي صار، بس هني قدام الناس وخبر قفير من يدي وكب قدام عيوني. جبان وحقير. بس انتي لا تروحي مرة ثانية إلا لما تشاوريني، فهمتي؟ محمد هذا أنا بتصرف معه. لا يا حبيب لا تورط نفسك معهم، الله كريم الله كريم. حبيب تعال يا حبيب، وين رايح؟ تعال. أفيلو ما تقص علي تو داري. كثير لعب، بعيد انت بعيد لعب. سوي حسون دورك تو دورك يا انا حسون بقنبوعة دوري تو. عجب شوف يلي انا غلط ليل نهار شمس قمر ليل. انت غلط ما غلط ليل نهار شمس. غلط غلط ما غلط اقول لك غلط اقول لك ما غلط غلطان حسون ما غلطان. خلاص قوم وزير وما نلعب. تو يجي المعلم ويقوم ينازعني يقول قصة تلعبي بيهم المجانين. تو كمزي تو بالمجنون ذوقش عاد ميت. قرعك ان شاء الله تو تموت تو. هذا الجماعة هجموا على الزفة والمعرس هرب. والرجال اللي دور عليه عيسى قالوا انه مات في الطريق مسكين. وبعدين هذا الرجال النوخذة وهذيك بنته، والجماعة لما شافوا عندهم هذه الصيغة والفلوس اختلفوا بعضهم البعض. حد منهم قال بنشله وحد قال لا. هذا الرجال قام يقاومهم والجماعة مسكوه وجابوه هنا هو وبنته وثروته. لا يا جماعة هذه سرقة. ترى اللي صار يا ود حسن، وبعدين هذه ثروة عظيمة لو قسمناها بعضنا البعض وكل واحد راح في سبيله أن نكون من الهناقر العودين. اسمع يا حميد، هذا الرجال وبنته وأمواله لازم يرجع بلاده أو بلاد زوج بنته. لا، الرجال اللي يهرب من زوجته في ليلة عرسها ما رجال، حرام علي. أنا ما امتلكت عليه بعد. أبوي أرجوك أنا ما أريد أرجع معاه. لا تخافي يا بنتي، خلينا نطلع من هني بالأول. والثروة تطير من يدينا. أنا ما أتفق معك يا حميد، هذه أموال حرام. ها
يعني انت ما تريد نصيبك من هذه الغنيمة؟ انتم عزمتكم اسموهن؟ نعم معزمين. طيب يا حميد، ايش رايك يومين نتشاور فيها مع الربع؟ يومين بس ما اكثر. سمعوني يا ربع، في هذين اليومين انتوا لازم تباتوا هنا وما حد منكم يروح اي مكان لحد ما نشوف لنا صرفة في هذا الموضوع. زين؟ ان شاء الله. يوم رحتوا الوادي انتي ونجوى عن ايش تكلمتوا؟ ما تكلمنا عن شيء. يعني كنتوا عقمين؟ كلام بنات. بايت تزوجي ها؟ ما حد جاي يتزوج ما دام اني انا حية. انا ما قلت بايت تزوج وما راح افكر في الزواج لين ما احس اخوتي. وانتي بعد ايش ما نسيتي هذه السالفة؟ مستحيل انساها. طلعني على وش. خذي شربي حار بارد. لا انت شكرا احسنتي. شربي. حبيب يا حبيب، تعال تعال باغنك تعال. خير يا شريد؟ اكيد عرف عن الشغل. نعم يا سر. انت تريد تشتغل معنا؟ قصدي مع هنقرينا. يلف ويدور يريد يعرف انا هنا اشتغل. نعم يا سر اريد اشتغل، بس راشد المسمار ما يرضى يشغلنا عنده من يوم ذيك السالفة القديمة، وأمس طارت زوجتي من رقاط. عجب، وين تشتغلوا تو؟ احنا نصير ننظف مزرعة سعود. الكلام هذا أكيد؟ هذا كل اللي أعرفه. يصير خير يا حبيب، يصير خير. انت النوخذه، ليش ما تاكل ولا تشرب؟ اللي يشوف الاهاله والذل ما يحلاله لا اكل ولا شرب. بس ممكن انك تموت او ان نقتلك. الموت عندي اهون من الدوس على الكرامه وهذه المذله. يقول عندك ما شاء الله. المال والفلوس ما تكفي اذا الانسان ما عنده رأفة ورحمة وأخلاق، إلا إذا الفلوس غيرتكم أنتم. شمدك شرد ها؟ بعدها ما استوى شمج، والله كشف سره إنه ما يستاهل سلبة. أقول يا ولدي أريد أصلي، هين القبلة هني. إيه تصلي. لا تخاف، أنا رجال كبير في السن وما أقدر أقاوم. زين صلي وانا اصلي معك، اروح اجيب لك سجاير. جزاك الله الف خير، الله يهدينا ويهديكم ان شاء الله. تفضل سجاير. احسنت. لكن انا بسأل، ليش العريس ما دافع عنك وعن زوجته؟ مثل ما خبرتك يا ولدي، بعدنا ما كملنا العرس وكنا ناويين نسوي الملكه والعرس في بلادهم، وأنا صممت على الحضور. من أي بلاد وإيش اسمه؟ الله يستر عليه يا ولدي،
بس أنا لو تم هالزواج كنت برتكب ذنب عظيم. والله أمر غريب أنه أخذها. أنا وعدت مسلمة أني أزوجها الإنسان المناسب. جيوني خطاب كثار ورفضت. بعدين خفت على البنية تكبر وتعنس. قلت أزوجها هذا الإنسان لأني سمعت عنه وعن شيابه وقدوده ناس شجعان. بس ترى النار تخلف رماد. طال عمرك نار السمر تخلف قمر ونار السماء تخلف رماد. صدقت يا النشبي. نعم إنك صدقت. يلا نصلي. فين القبلة؟ في هذا الاتجاه. إيش رأيك نصلي جماعة يا نأخذه؟ إذا أنت تكون الإمام. الحمد لله رب العالمين. كل يا أبو عبد الله إيش فيك شبعت؟ الحمد لله شبعت. جزاك الله خير. أخولي يا أخوي السعيد هالأيام ما يأكل وأشوفه دائما فرحان. يا جواهر كل سنة مثل هذه الأيام يمر بهالحالة. يا جواهر سير سوينا قهوة. أنا وأخوي شريد نحسب أمور التجارة زين. الحمد لله. شيل العشاء جواهر. ساعد يا محمد ساعد. شيل معك. الحمد لله رب العالمين. شكرا لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا لله. يا الله هذه آخر حسابات والخطوط الأولى للرحلة. عجب على حسب كلام عم محمود لازم نروح صوف البحر وأقرب مكان الدويرة البحرية. بلدة الدويرة بلدة تجارية والرزق فيها كثير. صحيح لكن احنا لازم ما نستعجل. ندرس السوق ونشوف وش محتاج في هذه الأيام. ناخذ حذرنا ونشوف التجار والنواخذة ونبيع لهم الحلال. يعني لازم في الأول نسوي جولة ونسأل ونشوف من أغنى واحد فيهم. طال عمرك هذا الحساب مال الثلاث الأيام الماضية. لكن بعض التجار طال عمرك طلبوا مهلة يومين ألين يجيبوا المبالغ. والفاغور طال عمرك ترانا وصلناه البحر. وحسبت لهم الفايدة؟ طبعا طال عمرك حسبت لهم. لو ما حسبت لهم كانت المسائل تنقلب فوضى. حمد أشوف غلة التمثيل تنقص عن السنة اللي قبلها. في رأيك إيش هو السبب؟ طال عمرك إيش قصدك يعني تتهم أخوي ولا كيف؟ إحنا ناس نعرف الأمانة. شوف حد من اللي يشتغلوا معك. صفو الله علي العظيم أنا ما اتهمت حد. أنا بس أسأل عشان أتأكد. لا لا عذرة من حق يسأل. طال عمرك اسأل. المال مالك لازم تعرف وين راح وين جه. بس أنا أقول طال عمرك إن السلة أحكامه وترى النخيل صغيرة وثمرتها خفيفة. هذا رأيك؟ نعم طال عمرك. طيب أنا أستأذن. اتمسوا بالخير. الخير بوجهك. الخير بوجهك. أجمل وحدة شفتها بحياتي وسامحيني الليلة ما ودرش. لا أرجوك لا. استغفر الله يا ولدي استغفر الله.
خلي البنية في حال سبيلها. شيح وجهك انت صوب ثاني، لان ما يجوز تشوف بنتك في هذه الحالة. خسرت يا رجل، خسرت. ما حد يقف في رحمة يبعد عنا هذا الكلب. وقف مكانك أحمد، والله لو تحرك خطوة واحدة رصاصة ما من عيونك. ما مشي مثل رجال خيار يا أحمد. واد حسن انت روح بعيد وخليني انا مع هذه الحلوة. احمد قلت له تنزل يا احمد وتخلي هذا الجبناء يبتعده. طول هذك في لحمكم ولا والله اختلكم واحد واحد واولكم احمد. ابوي نفذوا له كلامه، ترى بيسويها، هذا مجنون وانا عارفه. فد قيور النخلة، فد قيور النخلة. محمود تحت الجبل ركبوا فيهم انت وبنتك بسرعه. هو انت؟ نحن ما منروح عنك. نفس اللي خبرتكم عليه، لا تخاف علي، انا احكم. حرك بسرعه، يلا يلا بسرعه يلا.